كونيتسيوا منا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسلامة. واليوم عدنا لكم بمقطع جديد. في مقطعنا لليوم راح نتحدث عن التصاميم الاولية اللي صمموها المؤلفين وقبل ما يغيروها للتصاميم اللي شفناها نحن في المانجا او في الانمي. فاهمين كيف؟ يعني راح نقارن بين التصاميم الاولية اللي عملوها للشخصيات وبين التصاميم الجديدة اللي شفناها في الانمي او في المانجا، ونقارن مع بعض نشوف هل في تغيرات كبيرة أو تغيرات صغيرة وكذا. فايب قبل ما نبدأ لا تنسوا دعمنا بلايك اشتراك ونشر هذا المقطع في كل مكان وخلونا نبتدي. إذن أول شخصية معانا عندنا ريوك من أنمي ديت نوت. كما نشوف يا جماعة هذا هو ريوك العادي اللي شفناه في الأنمي، وهذا هو تصميمه الأصلي. دايم ما في أي شبه غير بعض الألوان. يعني هو كان عنده هيئة بشرية، لكن الكاتب اللي هو تسوغومي أوبا، لا المؤلف هو مؤلف هو تسوغومي أوبا والرسام هو تاكيشي أوبادا. فالمهم غيروا له كثير من الأشياء وما في أي تقريبا أي شبه بيناتهم. شو رأيكم أنتم؟ الشخصية اللي بعده عندنا لولوس. لولوس لامبروج من انمي كودي جياس، افضل شخصية بالنسبة لي في عالم الانمي. شوفوا هذا هو لولوس وهذا هو تصميمه الاولي. كما نشوف يا جماعة تقريبا ما في اي شبه غير في شكل الوجه والعيون، اما بالنسبة للملابس وتسريحة الشعر فلا غيروها احسن الصراحة، لان تصميمه في الانمي كان افضل. وللعلم فالانمي هو اصلي ما عنده مانجا، هو عنده مانجا لما عملوا الانمي، لكن اول شيء العمل كان انمي هو الاصلي، وبعدين لما انتهى الانمي عملوا له مانجا. فاهمين كيف؟ اذا ننتقل للشخصيه اللي بعده عندنا لوفي. كما نشوف يا جماعه الخير لوفي تقريبا ما تغير، يعني نفس الملابس، كان عنده سيف. تصميمه الاولي كان عنده سيف او سكين. ننتقل للشخصيه اللي بعده عندنا زورو. جاد ديم هذا هو زورو. زورو كان كده، كان شعره وردي وتسريحة شعره مثل ايرن حاليا. المهم خلونا نمر للشخصية اللي بعده. عندنا كيلوا، هذا كان شكل كيلوا. كيلوا الاولي يشبه كورابيكا اكثر من كيلوا نفسه. شوفوا تسريحة الشعر كانه كورابيكا. فالمهم خلونا ننتقل للشخصية اللي بعده. عندنا ناروتو، هذا هو الشكل الاولي لناروتو اوزوماكي. تسريحة الشعر تغيرت كأن تسريحة ساكورا. الملابس تقريبا تم تغييرها، لكن نفس طبقات الالوان الازرق والاصفر، او الاصفر اللي مايل للبرتقالي اكثر. لكن صراحة التصميم هذا عجبني، بس افضل طبعا التصميم الاصلي. اوكي اذا ننتقل للشخصية اللي بعده. عندنا التصميم الاولي لساسكي، هذا هو ساسكي. التصميم الاولي هذا يشبه شينو اكثر ما يشبه ساسكي نفسه. اوكي اذا ننتقل للشخصية اللي بعده. عندنا جاست من برسيرك، جاست الهائج. يا اخي شخصية اسطورية دي. فكما نشوف في كتير شبه بين التصميم الاصلي او الاولي والتصميم اللي شفناه في المانجا والانمي. فالمهم كما نشوف ما في كتير تغيرات غير تلك ربطة عين وكمان السلاح. احس ذاك السلاح اللي عنده في التصميم الاولي سلاح من خشب، بينما سلاحه اللي شفناه في الانمي كان سلاح حديدي وطويل جدا. المهم خلونا ننتقل للشخصية اللي بعده. عندنا التصميم الاولي لإيتشيغو من انمي بليتش. ما في كتير تغيرات، احس ان التصميم الاولي هو نفس التصميم الاصلي. فخلونا نمر للشخصية اللي بعده. عندنا جوجو ديم. جوجو او جوكو بقولها بالياباني كان راح يكون قرد، لان شوفوا هذا تصميم جوكو الاولي. فشو كان يفكر اكيرا تورياما وقتها؟ كان راح يصبح قرد. فالمهم خلونا ننتقل للشخصية اللي بعده. وعندنا ميدوريا من انمي بوكو نو هيرو. كما نشوف يا جماعة ميدوريا هذا هو ميدوريا الاصلي او ميدوريا الاولي اللي رسمه المؤلفة. جاد ديم يعني تسريحة الشعر مختلفة، برضو النظرات تحس انها شخصية باردة، اما اللي شفناها نحن فكان مختلف تماما، كان شخصية فرحة، شخصية ايجابية ونشطة مليئة بالطاقة. فشو رايكم انتم؟ احس ان الشخصية الاولية اللي ميدوريا كانت راح تكون شخصية باردة. تخيلوا معي
كده كان رح يكون إيطاتسي قبل ما يغيروا المؤلف. قهد ديم كده هو إيطاتسي يشبه شخصية من ناروتو ما أتذكر اسمه. شو كان يفكر كيشيموتو وقتها؟ تخيل معي لو كان إيطاتسي كده وشفناه كل الحلقات كده. الحمد لله أنا غير تصميمه لأن تصميم إيطاتسي من أفضل التصاميم بالنسبة لي، أما التصميم هذا الأولي ما عجبني أبدا. شوفوا يا أخي جماعة. ننتقل للشخصية اللي بعده. عندنا التصميم الأولي لسانجي. God damn شعره أسود بقبعة وبمسدسات كان من أفلام هوليوود القديمة. شو كان يفكر أودا وقتها؟ فالمهم خلونا ننتقل للشخصية اللي بعده. شخصية إيرزا سكارلت من أنمي فيري تيل. كده كانت راح تكون إيرزا قبل ما يغيرها الكاتب. ما في أي سبب بين إيرزا الأولية وإيرزا اللي شفناها في الأنمي، ما في أي سبب، لا من ناحية تسريحة الشعر ولا الملابس ولا الأسلحة، لا شيء. كانت راح تكون من الهنود الحمراء وزي كده. خلونا ننتقل للشخصية اللي بعده. وعندنا التصميم الأولي لشخصية سينكو من أنمي دكتور ستون. أحسه نفس ستايل بليت، يعني نفس طريقة رسم الفم والأنف، وأضافوا له نظارة في العين. ما رأيكم؟ أخبروني في التعليقات. أخي تحسه مو سينكو، تحسه شخصية من أنمي بليت. وننتقل لآخر شخصية معانا يا جماعة الخير. وعندنا شخصية غارا. كده كان راح يكون غارا قبل ما يغيروا المؤلف كيشيموتو. ديم كان راح يكون قصير القامة مع كلبة وذئب بالرمل، ما عجبتني الصراحة، وفضل غارا اللي شفناه في الأنمي وفي المانجا. أشكر كيشيموتو أنا غير التصميم ده. وبس يا جماعة الخير، هذه كانت بعض التصاميم الأولية لبعض شخصيات المانجا والأنمي. أتمنى يكون عجبكم المقطع. أخبروني في التعليقات ما رأيكم بالتصاميم دي، وإذا عجبكم المقطع وشفت تفاعل كبير على هذا المقطع فبسوي لكم الجزء الثاني. فايب شكرا جزيلا من كل القلب على المشاهدة. لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك، نشر هذا المقطع في كل مكان، ونلتقي مقطع آخر إن شاء الله. جانا منها.